مشاهدينا اهلا بكم في تغطيه جديده ولايف جديد على موقع صدى البلد. شهدت عدد من محافظات الجمهوريه وعلى راسهم الاسكندريه موجه من الطقس السيء مع سقوط امطار غزيره ورعديه. وفي تغطيتنا نستعرض لحضراتكم التفاصيل وهنوضح هل هناك تعطيل للدراسه زي ما اشاع ام لا. شهدت 5 محافظات من بدايه اليوم هطول امطار غزيره وسط تواجد الجهات التنفيذيه تزامنا مع موجه الطقس السيء بمختلف المحافظات. وهذه المحافظات هي الأسكندرية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ وأيضا الإسماعيلية. وعلى صعيد تاني قد شهدت محافظة الأسكندرية اليوم سيولة من الأمطار وسط انخفاض حاد في درجة الحرارة بشكل مفاجئ وبرودة شديدة في الطقس تبعها سقوط أمطار رعدية غزيرة مع تكرار الصواعق الرعدية والبرق فضلا عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع المحافظة. لذلك نشرت شركة الصرف الصحي 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة تركزت معظمها في الشوارع الرئيسية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار لضمان انتقال حركة وانتظام حركة المرور. وتواصل شركة الصرف الصحي بالأسكندرية أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار اللي أغرقت الشوارع بشكل كامل في محافظة الأسكندرية. وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية تمركزات عربات شركة الصرف الصحي وتواجد جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع موجة الطقس السيء بمنطقة المنتزه شرقي الأسكندرية. طبعا ده بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالأسكندرية والمهندسة جهام مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الأسكندرية. وقرر محافظ الأسكندرية تعطيل الامتحانات النهاردة لطلبة الصف السادس الابتدائي فقط واستمرارها في المرحلة الإعدادية والثانوية والثانوي الفني ليس كما أشيع عن كل المراحل. ونوه أنه سيتم أداء المواد الامتحانية المعطلة النهاردة للصف السادس في موعد لاحق لتجنب أضرار المطر. أصدر كمان تعليماته بنشر تمركزات سيارات الصرف الصحي والجهات المختصة بجميع لجان الامتحانات للصفوف الأخرى وممارسة الأمر بشكل طبيعي. وأكد أن سبب عدم تأجيل امتحانات الصف الأول الإعدادي والتعليم الفني هو عدم وجود موعد بديل ليها، أما الصف الأول الثانوي فبسبب عدم تأجيله هو الارتباط بمنصة وزارة التربية والتعليم. فما فيش إمكانية في تأجيله. طبعا يذكر أن سكان الأسكندرية قد استيقظوا أول أمس الخميس على مشهد أوروبي خاصة في مناطق شرق المحافظة تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى. فهذه النوة بتهب على الأسكندرية في النصف الأول من شهر يناير وسميت بذلك لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة وده اللي بيصعب من خلالها ممارسة مهنة الصيد وبتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وبتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار زي ما شاهدناها الأيام اللي فاتت تحديدا من يوم الخميس. قد أصابت هذه النوة سكان الأسكندرية بحالة من الهلع بعد أن اجتاحت أحياء الأسكندرية وتحولت السوشيال ميديا إلى منصة لتأجيل امتحانات النقل. فهناك بعض أولياء الأمور لم يستطيعوا مغادرة منازلهم وده الأمر اللي أثار الجدل زي ما قلنا. وأصيب أغلب الشوارع بالشلل عقب ساعات من هطول الأمطار حيث تراكمت المياه وظهرت تجمعات المياه في كوبري المندرة وشوارع شارع 45 والملك حفني وعدد من الشوارع العامة خاصة شرق الأسكندرية. وكانت أبرز مشاهد نوة الفيضة الكبرى غرق أتوبيس رحلات فارغ في نفق سيدي بشر ونجح الحي في انتشال الأتوبيس بتواجد اللواء محمد سحلول وكافة الأجهزة التنفيذية. ده برضو في محافظة الأسكندرية. واضح أن الشتاء هذه السنة مختلف تماما أو شديد جدا جدا خصوصا على محافظات وسواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر أو الأماكن الساحلية بشكل عام. مشاهدينا لحد هنا خلصت تغطيتنا بنشكركم على حسن المتابعة.